تسألي؟ ما بس هالشي بلعب شوي. ليش تلعبي؟ فري فاير. اخ اجري. انا غير كنت عم بستناكي مظبط قهوه وحاجات شغلات عم بستناكي عشان نحكي الموضوع. شو عليكم يعني؟ لا حياتنا. ايش بحياتنا؟ ما بعرف في خطا. مثل شو؟ ما بعرف بخصوص شو يعني؟ طب اليوتيوب شيء ثاني؟ لا بيناتنا شو هو؟ خطأ يا بيني يا بينك، ما بعرف شو هو الخطأ، بس خطأ في بيناتنا خطأ، احنا ما متفقين مع بعض. كيف مو متفقين؟ أكثر من هيك كيف نتفق؟ شلون متفقين؟ أنا ما أعرف شو هم متفقين بخصوص شو؟ ما بعرف حيث أنت تغيرتي. كيف تغيرت؟ أنت ما كنت هيك وقت تجوزتي. صرت أحسن يعني. لا مثل تغيرتي. شو تغير؟ بس شو تغير فيني؟ كان في شيء زعجك مثلا؟ هيك ما بتسمعي كلمة لا تردي علي. كيف هيك بتسمعي كلمة؟ يعني ما بتسمعي، قال لك شيء بتساوي شيء. يعني ما بتردي علي. وأنا مرة مرتين ثلاثة أعطيتك فرصة بس انت ما اعطيتني فرصة. انت بحياتك ما قلت لي مو ضروري. قال لك انا استنيت تجي الجام وصار عنا ولد بكي بتتحسني بتصير على احسن. بس انا شايف كل ما اروح عم بيمشي الوقت عم بتصيري على. بس انا ما عم بعمل شيء. ما عملت شيء. انت ما هيك تحسي بحالك شلون عم تتغيري باتجاهي؟ انت عم تتغيري. انا ندمان. ما بعرف غلط من مين، منك مني ما بعرف. انا لا اتركك. انا اعطيتك فرصه. انا اعطيتك فرصه قبل ما تجيبي، قبل ما يصير عندنا جان. انت اعطيتني فرصه على شو؟ انت بقلبك عم تعطيني فرص؟ ها ما انا ما بعرف الغلط من مين. انا ماني مبسوط. غلط مو مني. انا ماني مبسوط يعني. لا عملتي لي شغلات كثير. انا ماني مبسوط على بالي. لك حتى لو مانك مبسوط ولا تعطيني سبب ولا بتتبلان مشان تتركني؟ لا ما عم بتبلان. انا ماني ميتة عليك. اذا بدك، اذا ما بدك يعني قلي بوشي. اوكي انا بحبك. ليش؟ يعني لاني بحبك عم تعمل هيك؟ لا بس لانه انت، انا ما بعرف ايش في. انا ندمان انه تجوزتك او شو ما بعرف. انا هذا الشيء ما عم بعرف الغلط مني منك. انا ما عم بعرف. انت ما بعرف ايش بدي اقول لك يعني. تغيرتي. انت مالك مسجندي. انا بعرف هذا. ما عملت شيء اولا. شوف سمير، اذا انت بدك تتحجج انا كمان في طلع فيك مليون علي. اللي بيحب الثاني مو هيك ماشي؟ احيانا انا مثلا بنفعل، انت بتنفعل، اللي بحب الثاني بتنفعل. انا ما بحكي على هدول الاوقات اللي انت بتنفعلي او انا بنفعل، بس انا عم بقول لك انا مالي مبسوط يعني. انا مالي مبسوط. انت ما مبسوط معناتها بتحب حدا عشان حدا ما بدك يعني عم تطلع حجه. شو بدك؟ لا مالي عشان حدا، لا تخافي. بس انا صرف ما بعرف انا قررت. شو قررت؟ جاني عيش عن حدا او عن انا عندي او عندك ولازم نترك بعض. انت عارفان شو الانفصال ولا بس هيك عم تحكي هلا؟ لا عارفان شو الانفصال. انا رح نترك بعض على قدك لانه انا ماني مبسوط. بلكي تروحي تبعدي عني فتره ارتاح. مو ارتاح بلكي. لا 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 احكي اللي بقلبك. احكي لي ترتاح. ايه بدي ارتاح. احكي لك صراحه يعني بدي ارتاح. بدي ارتاح منك شوي. انت كثير 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 عم توجعي راسي. وانا الحل المناسب اللي شايفه انه لازم نبعد عن بعض. لانه لا انا مبسوط. انا ماني مبسوط. ما بعرف اذا انت مبسوط ولا لا. عندنا ولد. هيك عم تحكي بعد ما صار عندنا ولد؟ اذا ما كنت يعني كل ما عنده ولد العالم يعني ما عنده. اذا ما كنت بتحبني ليش اخذتني؟ اوكي بعد ما تجوزنا ليش ما قلت انه انا ماني متفق معك؟ البلكي ليش بعد ما جبنا ولد؟ البلكي تحسني. شو هيدا؟ بلكي 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 جان. شو دخله بجان؟ ايش الجان شو دخله؟ ليش جان؟ ليش نحن عم نجيب جان؟ الله عطانا جان.
شو هي يعيش بدون ام او اب؟ ليش يعيش بدون ام او اب؟ وانا ما اعطيك جون، جون ما بعطي لحدا انا. لا راح اخذه منك، مو بكيفك. لا مو بكيفك انت. لا مو بكيفك، انا راح اخذه منك. لا يا هذا ابني. لا هذا مو، هذا ابني كمان. لا هذا ابني. انا اللي تعذبت فيه. شو يعني ما تعذبت فيه؟ لا تحلم فيه. لا داخله. لا بدي اخذه منك. داخله الاجر منك. انت اذا ما بتحبني كيف بدك تعب ابنك؟ شو ما انا ما بحبك بس مو ما بحب ابني. لا عن جد تفكري عني يا. تعي تعي تعي. تعي احكي معي ها لا تجلسي. تعي تعي وين رايحة تعي؟ ما بدي. تعي تعالي. تعي. شو بدك شو بدك؟ ايش ايش بدي؟ تعالي 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 اخذك على مكان. لا تحلم بشيء ما تحلم بشيء خلاص. لا تعالي اخذك على مكان تعالي. تعالي 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 تعالي. لك والله عم بسوي فيكي معنا تعي تعي كلها من المتابعين متابعينك بدنا نعمل فيكي معنا انتوا هيك بدكم ها انتوا شفتوا شو بدكم تسوي بمسجين ولا انتوا بدكم تقتلوني انا مسجين بدكم تجيبوا اخرتها لمسجين هيك مسجين ايش انت تحبيني يعني؟ انت مريض؟ لا أنا ماني مريض انا عم برد على متابعيني انا عندي متابعين وعم برد عليهم قالوا لي اعمل فيكي مقلب قلت راح اعمل فيكي مقلب بس مو اكثر ليش عم تضربيني ليش عم تضربيني ايش المقلب سامي هذه مقلب ايش فيها ليش عم عم بعمل فيكي مقلب متابعين هيك بدنا نعمل فيكي مقلب انتو بدكم نعمل زينه اوكي والله رح ندلك يا رح اقتلك يا جماعه هلا انتو شايفين مزقين نسا زعلانه لا خلص ايش بك هيك وحبك الثاني بعمل بالثاني ما عندك مشكله اما انت فتحتي قناه يوتيوب وبتعرفي يعني انا رح اعمل فيكي مقلب بس مو لهالدرجه والمتابعين بدهم هذا الشيء وانا عم برد عليهم هنا يا رجع عمل مقلب عمل مقلب عمل مقلب عمل مقلب وانا عم برد عليهم انت مقلبك تقتل الواحد ها؟ ما قلبي تقال بس هو يعني انا مشان لسه هلا شوي مستعتم فانا ايش قوم بلحقها تفكر وتعمل وتخطط لا هذا المقلب مخطط له من زمان انه انا ندمان بحياتي لسه هيك واحد لسه مفاق من النوم انه انا ندمان وماني مبسوط معك وعامل قهوه وجاي و وهيك يعني ايش كان بدي اقول لك يعني هيك فيلم عامل هيك قصه هنديه هيك يعني انا مالي شيء بحياتي بس هو العكس يا جماعه انا كثير كثير مبسوط وانا عم بحكي معك انا مالي مبسوطه لانه هيك خلاص 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 احنا كثير كثير مبسوطين انا كنت عم بعمل فيكم مقلب اعتذر اسف والله انت رح تجنني يا المتابعين والله هن طلب مني هذا الشيء على فكره ايه بس انا ما اغلي تتقوي فيني لا انت يعني انت رح ترد على المتابعين انا رح ارد على متابعيني انت لو بتردي على متابعينك انا برد عليهم هن ايش ما بيقولوا لي انا بنفذ ماشي اللي بيتابعني ايش اللي بقول لي بنفذ خلي يعطيني افكار مشان ارد له المقلب انت شو ما بتقولوا لي بس هو ما بيبكي يعني هو ما قد ما بكون زعلان ما شفت سمي شيء عن جد انا كثير بستغرب من مزقين من دموعها شلون بتبكي ما بقدر لك لسه ما بحكي معها شفتي شلون بكي لانه شخص بتحبه ما بحب انه اشو ما في شيء الله 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 انا شخص بتحبيه ما فيك ما بدك تخسريه هيك قصدك شفتوا شو ما بحب حدا لسه على لسه على قلكم لسه شو عم ما بحب حدا انه انا بحبه وماني مقصره معه ياخذ فكرة غلط عني. لا انا ما بدي اخذ فكرة غلط. انا العكس بس انا حبيت اعمل فيكي مقلب وبعرف انه هيك انت بتحبيني كثير فاخترت مقلب بحس يعني قاتل اقتلك. بس استنى ما رح ازعل منك. ليش هلا ما زعلتي؟ يعني هلا مالك زعلانة منك؟ ايه خلص مسكينة شوي؟ نحن عم ننزلوا مش نحن عم ننزلوا يعني انا عن جد فكرت
عرفتي مقلب وكل شيء ساعدتك. لا فكرت انه انت عن جد هيك بتحبس بقلبك. لا ايش بدي احبس بقلبي؟ في انسان فيني احبس بقلبه؟ وشكرا لكم يا متابعين هيك عملتوا فيني. شكرا 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 دائما تطلبوا لي مني شغلات. لا ما عاد يطلبوا مرة رح يطلبوا مني. اعطوني افكار بالتعليقات، اعطوني افكار قويه وخليني اعمل فيها مقلب بحياتهم. ما حدا بيقدر يعمل فيني مقلب ولازم بكي. انا ما حدا بيقدر يعمل فيني مقلب، انا بكتشفه على السريع. ومزيكي كانت مجهزه لكم كمان، خلاص بعد ما عرفت كمان هلا راح اطلع لكم كم تعليق اقرا لكم اياه. راح اقرا كم تعليق بس لانه راح نقرب نوصل لنهايه الفيديو وشفته. واذا حبيتوا المقلب اكتبوا لي اياه، ما قال لي بشدي اعملها بالمزيكي. لا اعرفكم والله بقتلكم، هم لا اكتبوا لي الي. واذا حبيتونا وارتحتوا لنا فوتوا بعائلتنا، بس اضغطوا على اللايك والاشتراك وان شاء الله من هون رايح وفعل زر الجرس. ايش ما بننزل بينزل عندك وبيجيك اشعار. وهلا رح اقرا لكم بعض التعليقات. رح احط لكم اسمنا بالانستغرام كمان تحت بالوصف. اعملنا فولو على الانستغرام لانه بنلاقي فيه صور وشغلات كثير حلوه. واول تعليق من آية ابراهيم، بحبكم يا احلى عائله، انتو كراد ولا شو؟ ممكن تعرفونا عن حالكم؟ هذا بعدين بنحكي لكم اياه، بس نحن اكراد. ايه بس نعرفكم عن حالنا، هذا عايفينه لفيديو تاني ونعرفكم عن حالنا اكتر ومين نحن وشو نقرا بعض وكيف وشلون. واذا بدكم تعرفوا بعض التفاصيل عنا في اول فيديو لنا بالقناة تروحوا شاهدوه، في بعض الشغلات عنا. وبس نحن اي اكراد سوري اكراد، وكنا عايشين بسوريا بحياة. وتاني تعليق هو امير حلامي، مشتركة جديدة، هي يمكن بنت بس كيك باسم امير، مشتركة جديدة، حلوة قناتكم، حبيتها الله يخليه لجاب، اسمه جان، بس يلا عادي يعني شو ما صحتوا، المهم اسمه جان، أنا من العراق، تحية لأهل العراق، من أهلنا وناسنا. وثاني اسم، ثالث اسم هو زهوش، والله اليوم تابعتكم وأدمنت على فيديوهاتكم، ما بتتوقعوا شقد حبيتكم، صرت أشاهد فيديو ورا الفيديوهات ورا بعض، والله حبيتكم، كومي ربي يحفظكم لبعض يا حلوين، انتوا احبكم خيرات الله. شكرا لك كثير كثير، ونورت القناه ونحن كمان بنحبكم. رندا حنا، اول مره بشوفكم، اجمل عائله والله بحبكم كثير، استمروا. ونحن كمان بنحبك وشكرا لك. الفيديو اللي قبله طلبنا 10,000 لايك وكنتوا كفوين، جبتوا لنا 10,000 يمكن صار اكثر منا عين. فهذا الفيديو كمان بنطلب منكم 10,000 لايك او اكثر، اللي بيطلع من خاطركم برجع بقول لكم اياها ثاني مره. شهر مره انا اعمل فيهم قلم مو هو. فحطوا لنا لايكات قد ما بتقدروا وتعليقات، وشاركوا الفيديو ولا تنسوا تدعمونا. اذا ما لك مشترك اشترك معنا لتفوت بعائلتنا. وجان هلا صار بلش يعيط عم يتفرج على التلفزيون. لازم هلا نقوم نفطر لانه جان كثير جاع، ولانه نحن كمان جوعانين لانه مجديد يعني ما صرنا شعبين. شو رح تاكلي بعد الساعة؟ سدد نفسي. وعن جد انه انا ما شكيت ابدا ولا 1% انه مقلب، لانه حكى كلام عن جد. وهلا فايقين يعني من ساعتين سوينا قهوة وصحصحنا، وعلى اساس انه بعد شوي طالعين من البيت نشتري اغراض للبيت اكل وهيك شغلات. يعني ما توقعت بنوب انه هو لساعته يعني بالبيجامة، وانا كمان يعني ما توقعنا انه يعني ما توقعت انه يعمل فيديو صراحة. طيب يعني هلا خلاص وصلنا، ما بدنا نطول الفيديو اكتر. ولا تنسوا الاشتراك معكم. وهلا معكم سلام.